على انت بطلت كرة امتى؟ انا كابتن يعني ما كنتش محظوظ لان انا بعد الاولمبيات 84 مباراه الجزائر الشهيره دي ما لعبتش المباراه اللي في مصر. ايوه بعديها بشهر ما لعبتش اللي علاء نبيل جاب فيها الجول المكسب. جالي نوع من انواع الروماتويد ده كابتن مصطفى، ضربني في مفاصلي. سبحان الله ما يعني عرفش ده من ايه. لا قعدت اتعالج في مصر حوالي 6 اشهر 7 اشهر ومش عارف انت بتعالج من ايه ومش عارف اتعالج بايه يعني واخد بالك. فطبعا النادي مشكورا مجلس اداره خد قرار ان انا اروح اتعالج في انجلترا. رحت ادوني تركيبه كده وقالوا لي تلعب بعد 3 اشهر. لو تفتكر يا كابتن مصطفى احنا كانيا ويندي كان عندنا النهائي، النهائي في مصر وكسبنا 1-0. انا يا كابتن مصطفى غايب عن الملعب بقالي يمكن 6-7 اشهر. فانا افتكر الكابتن سايس قال لك لازم نجهز ماهر همام لان الماتش هناك صعب. فهو حس ان انا متشوق عايز العب. فقال لك خلاص يعني كان كابتن سايس مشهور بالمحطات واللياقه البدنيه العاليه و فبعد اسبوع 10 ايام قال لي ماهر احنا ممكن ناخدك معانا بقى كان ويندي في المباراه اللي هناك. احنا كسبنا 1-0 فاحنا محتاجينك هناك، المباراه هتبقى صعبه علينا. المباراه صعبه قوي. انا لعبت يا كابتن مباراتين الاتحاد في اسكندريه وبعديها بثلاث اربع خمس ايام هنلعب بالاسماعيلي في مصر. ففي كوره الشوط الاولاني، نهايه الشوط الاولاني كده كوره في نص ملعب حازم هيلعبها سرول عماد سليمان وحمدي نوح. فهربوا مننا انا ومحمود صالح واحنا راجعين الحشيشه الستارز مسك في الحشيشه في ركبتي. جسمي راح عكس ركبتي. شوبير حس بالطرقعه بتاعتها. ده اللي قطع في رباط صليبي رباط داخلي وغضروف. دي كانت فرجعت انجلترا تاني. طبعا هناك هددوني بشكل كبير جدا وقالوا لي انت راجل مش محترف. ادي الماتش بتاع كوتوكا. احنا قايلين لك تلعب بعد 3 اشهر، انت لعبت بعد 10 ايام. فانت يعني اصبت نفسك بنفسك. فطبعا عملت حوالي 38 غرزه في ركبتي. عملت رباط صليبي مع رباط داخلي مع غضروف. حاولت ارجع يا كابتن مصطفى 86 87 لعبت ماتشين اوغندا بعد علاج طبيعي لمده سنه. بس طبعا ما قدرتش بقى، حسيت ان انا ساعتها انت بقى قررت حسيت بقى يا كابتن مصطفى ان انا مش قادر جامبك زي زمان، الانقضاض زي زمان. حسيت ان انا قررت فيها قلت بقى هبطل كوره. خلاص يعني بالظبط كده. ده كان